مرحبا بحضراتكم على قناة إدارة المشروعات Learn Project Management Channel on YouTube. واليوم إن شاء الله حيكون المحاضرة رقم 6 على برنامج البريمافيرا آخر فيرجن اللي هي 18.8. احنا بنحاول ننزل محاضرات الإنجليش والعربي في نفس الوقت عشان اللي عايز يشوف عربي موجود، عايز يشوف إنجليش موجود. فاليوم هنتكلم عن اللي هو How to create baseline، ازاي تعمل baseline على السكاديول. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن اخر حاجة اللي هي اضافة الموارد والكوست اكاونت، وازاي تعمل assign، تضبط الاكتيفيتي والموارد بالكوست اكاونت. دي اخر محاضرة ان احنا هنعمل فيها baseline قبل ما نعمل الابديت. بحاول اخلي المصطلحات باللغة الانجليزية عشان لما تدخل على البرنامج يبقى انت ملم بكل المصطلحات، وإذا احتجت أي حاجة في الترجمة إن شاء الله جاهزين نساعدك وندعمك. بفكرك إن القناة هيكون عليها كل محاضرات البريمافيرا بي 6 والبي إم بي ونماذج الامتحانات والماتيريال، وكل ده إن شاء الله فور فري مجانا بإذن الله، والريسكس وال 6 سيجما. فهنحاول إن احنا نكمل الكلام ده كله عشان الكل يستفاد، وإن شاء الله يعني تدعمونا إن القناة تنتشر لكل من يحتاج مساعدة، لأن هو الغلط يعني عمل خيري، والغلط كمان نحن نشارككم الخبرات ونساعدكم قدر المستطاع. هيبقى في دعم سبورت، مش بس محاضرات، يعني في إيميل موجود، في قناة، في الفيسبوك بيج بروجكت مانجمنت. أي سؤال محتاجه في أي حتة، عندك أي مشكلة في أي شيء، بنقدر نساعدك، لأن هي قناتكم وقناة يعني في خدمة الجميع. إذا شفت اليوتيوب شانل هي ليرن بروجكت مانجمنت، وده طبعا البلاي ليست الموجوده على القناه اللي هي انجلش ليكتشرز، وهتلاقي العربي دوره الشرح الاحترافي البريمافيرا النسخه السادسه. فالمحاضرات العربي موجوده هنا، حطينا 7 محاضرات. محاضرات الانجلش موجوده هنا، حطينا 9 محاضرات. وفي حاجات تانية زي سامبلز على الايه البروجكت مانجمنت بي ام بي وعلى الريسك والسيكس سيجما. طيب بتذكرك تاني ان انت تعمل داونلود للبرنامج من على موقع اوراكل ديليفري، تمام. حط اللينك تاني اسفل الفيديو لو عندك مشكله في التحميل، ولان انا ممكن احمل لك انا البرنامج وابعته لك، ابعت لك اللينك، تمام. وهنحمل محاضره ان شاء الله ازاي تعمل انستاليشن للبرنامج. في اخر الكورس هنعمل ان شاء الله مشروع متكامل. شاركونا الراي اذا انتوا عايزين مشروع بريدج او بيت او مشروع فندق او طريق، اي نموذج هنبدا نعمله زي الشكل الموجود. هنعمل الانستليشن بتاعه الدبليو بي اس، وكمان هنعمل برنامج من اي تو زد، من اول تعريف الاسكوب لحد ما تعمل البيز لاين، لحد ما تعمل الابديت وتطلع الريبورت. هتكون محاضره قويه جدا، وان شاء الله هنشارككم ونبعت لكم كل النماذج. طيب اليوم هيكون كرييت بيز لاين، ازاي تعمل بيز لاين، تمام. ايه الخطوات اللي لازم تعملها؟ انا طبعا بفضل ان انا اوريكم السلايدز، ولكن بعد كده بوريكم الشغل العملي على البرنامج عشان تعمل الكلام ده بايديك. للي حمل البرنامج واللي ما حملوش يبدا يحمله، واللي محتاج ساعده يعني يقول لنا واحنا نساعده. خلينا نروح على اللايف سوفت وير نعرفك الكلام ده خطوه بخطوه عشان ان شاء الله تكون بريمافيرا اكسبرت، وتكون يعني جود بلانر، وتلاقي افضل جوب في اي مكان في الشركات العالميه، وهندعمك ونساعدك باذن الله. هذا البرنامج الموجود اهوت اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو سيتي سنتر اوفيس بيلدينج. ده برنامج كامل للمشروعات، المشروع بالموارد لمبنى من اي تو زد. بيبدا من اول الديزاين، ديزاين اند انجينيرنج، فاونديشن، ستراكشرز، والميكانيكال والاكستيريور والانتيريور. ده مشروع كامل، اللي ما عندوش الكلام ده ومحملوش يقول لي ابعته له تاني، او ابعت له النسخه بتاعه الجوجل درايف يحمله عنده. عظيم. طيب زي ما انتم شايفين قدامك البرنامج اهوت. طيب احنا عايزين نبدا الخطوه ديت اللي هي ازاي نعمل بيز لاين. عظيم، ركز معايا. هنروح هنا على ايه، بروجكت مينتين بيز لاين. واللي شايف ان انا يعني بسرع شويه عرفني ابطئ، واللي محتاج ان انا اسرع يعرفني. مينتين بيز لاين، عظيم. هيجي لك الصفحه اللي قدامك مكتوب عليها مينتين بيز لاين، فيها اسم المشروع اللي موجود عن حضرتك. طيب وتحت هنا البيز لاين نيم، البيز لاين تايب، الداتا ديت، اللاست ديت، وفي هنا على اليمين اد وكلوز، لان احنا لسه ما ضفناش اي حاجه. طيب ركز معايا في الخطوه اللي جايه، هنعمل ايه؟ اد
ونعمل سيف كوبي اوف ذا كرنت بروجكت از ان يوبز لايف. طبعا بعد ما انت خلصت السكيدول واتفقت مع مدير المشروع، فاحنا حاليا هنعمل ايه؟ هنحفظ نسخه من السكيدول الموجوده از ابز لاين. اقول اوكي، يقول لي جاب سكيدول. بعد ما عملت اد وعملت سيف كوبي من المشروع از ابز لاين، هيطلع لك اسم المشروع وجنب منه ايه B1 يعني Baseline 1. عظيم. هتشوف تحت هنا اسم Baseline Name City Center Office Building - B1 يعني Baseline 1. وأنا عايز أسميه هنا، أدخل على Baseline Type وأسميه هنا إيه؟ ممكن أسميه Initial Baseline أو زي ما أنت عايز تسميه What If. أنا هسميه هنا إيه؟ Initial Baseline. عظيم. ويقول لك الداتا ديت بتاعته هوت مايو 1/2011 واللاست ابديت اهوت. عظيم. وبعد كده اقول ايه؟ قولوا معايا فلوس. عظيم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ البرنامج الموجود عملناه كبيز لاين. طب كده احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش حاجه. ركز معايا في الخطوه اللي جايه عشان دي خطوه مهمه جدا. بعد ما انت عملت قبل كده بروجكت ورحت على منتين بيز لاين وعملت البيز لاين، مفيش حاجه ظاهره قدامك، يبقى بعد كده تعمل ايه؟ وعلى الساين بيزلاين. عظيم. هيطلع لك اسم المشروع اللي عندك، وهنا في تاب اسمها بروجكت بيزلاين، هفتحها واختار البيزلاين اللي انا عملته. كده بدا يحمل لي البيزلاين اهوت. عظيم. طيب انا مش شايف حاجه لحد دلوقتي، مش شايف لا بيزلاين ولا شايف اي حاجه موجوده. عشان يظهر البيزلاين خلينا نظبط القصه دي. نعمل ايه يا اخوانا؟ حد يقول؟ طيب هنعمل رايت كليك على البارز. تمام. ونروح هنا نقول احنا عايزين ايه نظهر. ايه يا رجاله؟ نظهر هنا، نصغر دي شويه عشان الناس الموجوده. خلينا نشوف بروجكت بيز لاين بار. تمام. واعمل له ابلاي. طبعا هو بيبقى باللون ده. خلينا نعمل الشيب بتاعه البدايه بالدايره والنهايه بالدايره ديت، والكلر بتاعه خليه زي ما هو كده لونه اصفر، ونخليه حتى ممكن نختار اللون الداش ونقول ابلاي. ها اخوانا شفتوا البيز لاين؟ اعتقد البار مش واضحه قوي، خلينا نرجع عليها تاني وخليها نختارها الساده عشان تبقى ظاهره واللون بتاعها الاصفر. فزي ما انت شايف حضرتك اهوت، بعد ما احنا عملنا رايت كليك ورحنا على البار تشارت واخترنا اللي هو البيز لاين، واخترنا البداية تبقى بالشكل ده ونهايته بالشكل دوت عشان يتفرقه من الاوريجينال سكاديول. تمام. واخترناه في الرو رقم 3 هنا عشان يبقى في مسافه شويه ما بين الاثنين. عظيم. ظهر لك دلوقتي ايه السكاديول اللي موجوده هي، سواء كان منها الجزء الاكشوال اللي هو البلو هذا الازرق او الاخضر. عظيم. والبيز لاين تحت منها هي. طبعا هم التو بارز يعني زي بعض لان احنا لسه ما عملناش ابديت. فادي خطوه بسيطه جدا، انت ازاي تعمل البيز لاين، تعمل له منتين من بروجكت منتين وتحفظ نسخه من البرنامج، وبعدين بعد كده بتعمل اساين. بعد ما عملت الاساين بتروح هنا على البارز وتعمل تختار انك تظهر البيز لاين بتاعك وتختار اللون والشكل بتاعه، بحيث ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا نعمل الابديت وتشوف الفوارق ما بين ده ومن ده. الموضوع بسيط، بيز لاين سهل جدا، البرمافيرا سهله جدا. ان شاء الله تكونوا كلكم فيري اكسبرت، خبراء في البرمافيرا، وتكونوا في احسن الشركات وهندعمكم باذن الله. شكرا على حسن المتابعه. اشترك معانا إن كنت في قنوات إنجليزية، اعمل سبسكرايب. كنت في دول عربية هتلاقي اشتراك، اضغط على لايك للفيديو واضغط على علامة الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي هننزلها. هنحاول نكمل الكورسات كلها إن شاء الله في أقرب ما يمكن، بحيث يبقى عندك الكورسات كاملة، وهنبدأ نفتح اللايف تشات ونساعد الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون عمل يعني كويس وعند حسن ظن الجميع. وشاركونا و
تستنونا في المحاضرة الجاية في البروجرس أبديت، محاضرات قوية هنبدأ الشغل العملي والفعلي. تمام، وخالص تحياتي والسلام عليكم.